يسوع حبه بين الضلوع ذا نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي يا جموع. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج اسألوني عن يسوع. هالبرنامج اللي عم نحاول قد ما فينا نجاوب على أسئلة، لأنه كل الناس في عندهم أسئلة، وأنا مرة جديدة بقولكم أنا ما بدعي أنه عندي كل الإجابات على الأسئلة، ولكن على القليل اللي أنا تعرفت فيه على يسوع من خلال قراءة الكتاب المقدس، من خلال علاقتي معه، من خلال اختباري مع الرب يسوع المسيح، هيدا اللي عم جرب شاركه معكم. فأنا مش عم بدعي أنه أنا عندي كل المعرفة، بس اللي بعرفه عن يسوع بقلكم اسألوني عن يسوع حتى شارككم اللي أنا بعرفه عنه. قبل ما نسمع لسؤال اليوم ونتعرف مين ضيفنا لليوم، رح رنم ترنيمة بتقول قوم ونرنم ليسوع الملك ورب القوات، اللي بيقول عنه الكتاب أنه هو ملك الملوك ورب الأرباب. ملك الملوك ورب الأرباب، هذا هو الرب يسوع المسيح. خلوا التسبيح مرفوع على الأرض وبالسماوات. قوموا نرنم ليسوع الملك ورب القوات، خلوا التسبيح مرفوع على الأرض. اليوم فنان من الشخصيات اللي ما بفتكر في حدا بلبنان ما بيحبه، ممثل من الشخصيات الحلوة كتير. بس اسمحوا لي قبل ما أقدمه قول قديش فعلا أنا فيني أقول مديون لقاله
نجاح انطلاقة هذا البرنامج. أول حلقة جينا بدنا نعملها كانت فكرة برنامج بعد فكرة، وعلى فكرة أنا من الشخصيات اللي صرت أصدقاء أنا وياهم بعد الحديث اليوم، ما التقيت أنا وياه ولا مرة ليوسف الخال اللي هو ضيفنا لليوم، ما التقيت أنا وياه، كنت عم حضر بعدني الفكرة وأول فكرة بلشنا فيها عم نصور البيلوت تبع الحلقة تبع البرنامج، وكان عنده الجرأة أنه يقول إيه أنا بدي صور وأنا مآمن بالبرنامج، وتصويره حلقة البيلوت معنا أعطت زخم كتير كبير لانطلاقة البرنامج وشجعت كتار أنه يكونوا فيه. مشان هيك يوسف أنا حتى لو بعد ما التقيت فيك وجها لوجه بس بعرف أنه نشأت صداقة بيني وبينك حتى ولو كان على التليفون، وقريبا جدا رح نلتقي. بشكرك كتير على المشاركة الغنية والقيمة قبل ما نشوف المقابلة معك، وأنا بقول لك أنك أنت شخصية رائعة وأم looking forward to see you. نشوف يوسف مع بعض. يوسف الخال نجم لبناني ورمز لجيل الشباب من المواهب اللي عم تترك بصمات صادقة بعملها، ببيت بضج بالفن والاختلاط الثقافي والفكري نشأ يوسف الخال، وبوسط انفتاح واسع على المعتقدات والأفكار اختار يوسف الخال أنعاته وبيمارسها اليوم بقلب عالم الشهرة والأضواء والمنافسة. بفترة من الفترات بس تحس حالك صرت فجأة هيك مشهور، صارت الناس تعرفك، ما بتستوعبها أول شيء إنه أنا اللي نجحت، أنا المحبوب، أنا المشهور، أنا الحلو، أنا المنيح، أنا العظيم. تنسى إنه هاي الأنا مش أنا، هي إيد الله فيك، وهي هي ما إلك جميلة فيها، لا إلك جميلة بالشكل ولا إلك جميلة إذا نجحت الله هيك بده. الشهرة كتير بعدتني عن الصلاة خاصة، وعن مش عن الإيمان، الإيمان ولا لحظة فقدته، إنما بعدت عن الاتصال المباشر إذا بدك بهالإيمان، يعني بالصلاة بعدت شوي، عندي طقوس خاصة يعني كان بعد الفترات، اكتشفت بعدين إنه لا بعدت كتير، أيام بطلع بصلي ببكي من ناحية إنه يعني أول كلمة بقولها سوري، عرفت كيف؟ يعني هلا عم بقول لك شغلة كتير خاصة، أول شيء بقول سوري، ما بعرف إذا إلي عين إجي، بحس بلوم عن محبة، فهمت كيف؟ إنه وينك؟ بحس بهي الحوار اللي بصير أيام بيني وبين باللحظة اللي بتكون فيها عم تحكي مع ربك، عم بتصلي له وعم تطلب منه شيء، بحس إنه بلوم إنه صدقني هون ما في ولا لحظة بشعة، هون السعادة، هون الطمأنينة، هون الراحة، هون الرواء، هون الصفاء. ولا مرة خزلني إيماني، أنا خزلته مش لإيماني، خزلت إيماني بإيماني، خليني أكون حقيقي أكتر. يعني ولا مرة شكيت بوجود الله، ولا مرة شكيت إنه المسيح مش هو النور يلي بيضوي كل يلي بيضوي طريقنا. أنا هيك ربيت وهيك أنا مقتنع. تعلمت من بي الإنجيل لسبب كتير مباشر، إنه بي اللي ترجمه. هلا بقول لك اليوم بقرأ بالإنجيل كون عم كذب، بس قري كذا مرة أكيد، متعمق فيه كذا مرة، قري تحليلات عنه كتير، بفهمه كتير منيح. شو بدي أقول لابني عن الله؟ ما بعرف، لأنه عن جد ما بعرف، يعني مبدأ التربية بعده جديد بالنسبة لإلي، يعني فمسؤولية كتير كبيرة إنك تفسر عن الله لعقل بعده عم ينمى، فخطرة بنفس الوقت الطبيعة هي اللي بتخلي الإنسان يكتشف بعد منه لحاله. أكيد بربيه على التعليم يعني أنا ربيت عليها، وبتخيل رح يقتنع فيها لأنه فيها كتير سلام، فيها كتير راحة. إذا بتطلع شوي هيك بالهوى بتشوف إنه في شيء مش طبيعي، يعني الله عظيم. مرقت بفترة سؤالات بتوجع الراس كتير وبتوجع القلب، وما بحياتك رح تلاقي جواب، فوصلت لقناعة إنه ما بقى أسأل، مش لأنه سلمت جدل أو يئست، بالعكس الجواب هو واحد، هو في الله. كل شيء بتعمله بالحياة البشرية شخصك والبشرية هي للارتخاء لأنك توصل له. إيماني ثابت، المسيح هو خياري،
مسيحيتي هي سعادتي، بس انه ايام ايه بقول طب ليه ما بيعمل هيك، طب ليه عمل هيك، في عندي هالسؤالات اللي ما بتزعزع لك الاساس تبع ايمانك. دائما هذا سؤال موجود عند الكل، هو المرحله قبل ما المسيح ينضج فيها ويصير عمره بال 32 33 يعني اخر سنه اذا بدك من الحياه بالاناجيل. هلا في اربع اناجيل، يقال انه في اكثر من اربع اناجيل، واختير بفتره من الفترات خلال هال 2000 سنه هالاربع اناجيل اللي نحن موجودين معنا بالكتاب. هدوليك هل بيتضمنوا سيره اخرى الكنيسه ما حبت تظهرها؟ كمان مره بدي ارجع اشكر يوسف على مشاركته معنا، وسؤاله فعلا كثير ناس بيسالوه انه وين كان يسوع بالفترة اللي قبل ما ظهر فيها لتلاميذه، بعد ما شفناه طفل وما عدنا شفناه، شفناه عمره 12 سنة وما عدنا شفناه، وين راح؟ وهل في بالأناجيل شيء الكنيسة مش حابة تظهره؟ بالنسبة لكيف تم اختيار أسفار الكتاب المقدس، ليش هودي اللي بين إيدينا بالإنجيل؟ لحتى يكونوا هني مرجع لكل التعاليم المسيحية اللي نحن منطبقها ومنعيشها. ليش هذا الإنجيل اللي بين إيدينا؟ حبيت قبل ما أنا جاوب أعطي كمان رأيي، حبيت أنه يكون في رأي أكاديمي بحت، رأي أكاديمي، لأنه هيدي الحلقة الوحيدة اللي حاطط فيها رأي أكاديمي عم ينسأل عن الكتاب المقدس. ومرات أشخاص بفكر لأنه كل شيء نحن بنرتكز عليه الكتاب المقدس، ليش هيدا الإنجيل؟ هل في أناجيل أخرى؟ ومن انطلاقة البرنامج وكأنه الرب كان قاصد أنه يكون سؤال يوسف هيدا السؤال. وعلى فكرة إذا انتبهتوا قال يوسف أنه لسبب كتير بسيط أنا بعرف الإنجيل لأنه بي اللي ترجمه. نعم كلياتنا بنعرف أنه الشاعر يوسف الخال هو اللي ترجم الترجمة العربية المشتركة للكتاب المقدس. فلحتى ما يكون الجواب بس مجرد شو أنا بعرف، حبيت يكون في جواب أكاديمي، وحملت السؤال لشخص يعتبر مرجع اليوم بالكتاب المقدس. هذا الشخص هو المؤلف تبع الفهرس اليوناني العربي للعهد الجديد، ومؤلف كتاب لبنان في الكتاب المقدس، هو الباحث في اللاهوت الدكتور غسان خلف، حتى يعطينا شوي فكرة كيف تم اختيار الكتب اللي بين إيدينا بالكتاب المقدس. وبرجع بكمل الحديث أنا وياه. بعد موت المسيح وقيامته عام 33 مسيحية بنحو 30 سنة، ابتدى الرسل ومثل بولس ومرقس ولوقا ومتى ولوقا يكتبوا الأناجيل، وبطرس يكتب رسائله يوحنا والرؤيا، وهذا كله كان بالقرن الأول المسيحي. بأول القرن الثاني ابتدأت تصدر رسائل وكتابات مثل رسالة برنابا، مثل رسائل أغناطيوس، رسالة أكليماندوس إلى روما وكتابات أغناطيوس، وهذه كلها كان لها قيمة راعي هرماس. وبهذا الوقت كانت المسيحية ابتدأت تعمل أدبها. بالقرن الثالث أوائل القرن الرابع انتشرت كتير مثل قصص عن المسيح، قصص عن بولس، أناجيل منحولة مثل أنجيل الأبيونيين، أناجيل الطفولة، ثم صار في رؤى عديدة وكثيرة تكتب، وصار في أنه هذه الكتابات تنتشر بين المسيحيين، وكانوا مرات القادة المسيحيين يقرؤوها في الكنائس كقراءات عبادية. انتبهت الكنيسة الباكرة إلى هذا اللغط، وصار في أشياء غير أكيدة تاريخيا، وصارت الناس في عندها نوع من الاضطراب. من هي الكتب الأساسية؟ على ماذا نعتمد كأساس ومقياس لتعليمنا وكقانون لإيماننا؟ الأمر استدعى أنه أغسطينوس في الغرب المسيحي في مدينة قرطاجة، وكان الأسقف هناك، أن يجمع سينودوس عام 393 مسيحية، ثم سينودوس آخر 397 مسيحية، ثم سينودوس ثالث ب 417 مسيحية، وهناك أقروا 27 كتاب يلي هي كتبها الرسل أو تلامذة الرسل. الرسل مثل متى مثل يوحنا، تلامذة الرسل
مثل مرقس مثل لوقا. وهذه الكتب سميت الكتب القانونية، وعندما أصدروها وقالوا هذه كتب المسيحيين القانونية وضعوا عبارة شرط أن يوافق الشرق عليها، والمقصود بالشرق الكنيسة في مصر، في بلاد اليونان أو في تركيا أو في الشرق السرياني. وفي المقابل أثناثيوس في مصر قام بوضع لائحة أيضا أو قائمة بالكتب التي اعتبرها قانونية، وكانت هي نفس الكتب التي اختارها الأساقفة في الغرب بقيادة أغسطينوس، وكانوا 27 كتاب بتمام. وهكذا دون توافق أو عقد مجمع، إنما فقط سينودوس، وافقت الكنائس إن كان في الغرب أو في الشرق على أن تكون هذه الكتب هي الكتب القانونية. وتبع السريان بعد نحو قرنين هذا الأمر، وأصبحوا يعترفون بهذه الكتب، وأصبحت هذه الكتب هي العهد الجديد المسيحي. نعم، لم تخفي الكنيسة أي من هذه الكتب، لا تزال قد التداول، لكن الكتب القانونية هي 27، وهي التي أجازت الكنيسة أن تقرأ في الكنائس في اجتماعات العبادة كأنها الكتب المقدسة، تحت عنوان الكتب المقدسة. مين في بالعالم قادر يعمل هذا التوافق؟ أول شيء خلوني أشكر الدكتور غسان خلف على هالمشاركة القيمة، وأنا تقصدت أنه بهذه الحلقة يكون في رأي أكاديمي بحت. مين في بالعالم قادر يعمل هذا التوافق؟ وهذا أكبر دليل بالنسبة لإلي وبالنسبة لأي حدا بيحب كلمة الله، أنه كلمة الله كتبت بالروح القدس، لأنه كما هو مكتوب لم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان، بل كتبها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. حتى اختيار الكتب، لأنه بمرحلة معينة مثل ما سمعنا مرحلة معينة صار كل واحد بده يكتب قصة عن يسوع، مشان هيك بتقروا قصص مش حقيقية مش منطقية، فكان لازم الكنيسة تحط ضوابط أيه الإنجيل المزبوط. يعني اليوم إذا جبنا متر تبع القياس وفارق سنتيمتر واحد، قديش بيفرق معك القياسات بكل العالم؟ كيف بدك تعرف وين المتر الصحيح؟ بتروح على متحف اللوفر بفرنسا بتشوف قياس المتر الصحيح اللي اخترعه المخترع اللي اخترعه المخترع متر، وبتاخد المتر الأساسي، عندك مرجع لحتى تقيس المتر الصحيح. لازم يكون في مرجع لحتى نقيس إيماننا المسيحي، لازم يكون في مرجع حقيقي، والمرجع هو الكتاب المقدس. فكيف يجي هيدا التوافق إلا بالروح القدس؟ إنه القديس أغسطينوس بالغرب يجمع سينودوس ويختاروا 27 كتاب لحتى يكونوا هن العهد الجديد، وينقون بعد صلاة وبعد تمحيص إنه لازم يكون اللي كتب، ولحتى نعتبره يكون يا أما رسول مباشرة كان مع الرب يسوع المسيح، أو رسول مباشرة من الرب يسوع المسيح، أو واحد من تلاميذه. ولما يختاروا هودي 27 كتاب يزيدوا عبارة بالآخر يقولوا شرط أن يوافق الشرق عليها، وبنفس الوقت مش مجتمعين مع بعضهم القديس أثناثيوس بالشرق يختار 27 كتاب ويطلعوا هن ذاتهم 27 كتاب اللي اختارتهم الكنيسة في الغرب. مين في يعمل هيدا الشيء إلا الروح القدس؟ خلي قصة وحدة تنكتب بنفس العصر، واحد يكتب بشمال وواحد يكتب بجنوب، وشوف التناقض اللي فيها. تطلع بكتاب مقدس كامل ما في شيء من التناقض، من سفر التكوين لسفر الرؤية ما في حرف مناقض مع التاني. هل يستطيع أحد أنه يعمل هيدا الشيء إلا قوة الروح القدس؟ يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا، يسوع أنت من أريد. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا، يسوع أنت من أريد. أسجد أمامك إلهي، أعترف بك مالكي.
لكل شخص عنده الكتاب المقدس، انت وماسكه بين ايديك ما تخاف لما الناس يقولوا لك او يشككوك بمصداقيته. الله قادر يحفظ كلمته. الكتاب المقدس قد ما يحاربون الناس رح يبقى صامد، رح يبقى واقف. كلمة الله رح تبقى حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. وأكبر دليل على صحة كلمة الله ان تقدر تغير شرير مثلي من مدمن مخدرات 10 سنين لشخص بحب الرب يسوع المسيح ومتعلق فيه، لا علم نفس ولا طب نفس، مع احترامي للكل، بيقدر يغير قلب إنسان شرير إلا الرب يسوع المسيح. كيف تعرفت عليه؟ ما حدا عرفني عليه، قريت الإنجيل وتعرفت عليه. بدك تتعرف على الحق؟ ما في إلا الإنجيل. واللي بيقول لك الإنجيل محرف، قلو جيب لي النسخة الأصلية، قلو جيب لي النسخة الأصلية. يسوع حي، هو موجود بيناتنا، بس اطلب منه، قلو يا رب اكشف لي عن ذاتك، وشوف كيف بيكشف لك عن ذاته، لأنه هو قادر. بختام الحلقة بدي أشكر الصديق اللي بعد ما التقيت فيه وجها لوجه، يوسف الخال. بقول لك شكرا لك على مشاركتك بالبرنامج، كانت سبب كتير كبير لإنجاح هذا البرنامج. أصدقاء المشاهدين، بعطيكم موعد بالحلقة اللي جاي. الرب يكون معكم ويحفظكم.